في حلب الشرقي حيث سيطر الجيش السوري الحر على بعض المناطق هناك، يعاني الأهالي من غياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، إضافة إلى وجود ألغام وقنابل لم يتم نزعها حتى الآن بعد خروج ما يعرف بتنظيم الدولة من تلك القرى، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين هناك. نحن من قرية الشعبانية وصلنا 4 أشهر نازحين وصلنا 4 5 أيام جينا وناقصنا والله كل شيء، خبز، كهرباء، مي، كل شيء ناقصنا، بس عاد ايش بدنا نساوي؟ ليه ما بدنا نروح؟ ليه ما بدنا نشتكي؟ ما سنشتكي ولا لحدا، ليه ما بدنا نشتكي؟ نحن من سكان تلعار غربي، لازمنا منعاني من نقص بالخبز ومي وتركسات بتعزلها الشوارع، هذا الدمار هذا اللي صاير، يعني وفي عنا أطفال وفي ألغام، فرقة هندسة يعني تزيل الألغام اللي بالطرقات، يعني انفجر لقمين من شي يومين على ناس مدنية. بدنا نحن ملتزمات هالحياة، بدنا تراكس يشيل هالأنقاض هاي اللي عم تشوفوها قدامكم، بدنا خبز، بدنا يشيل الأولاد، بدنا يعني أقل مقومات الحياة بدنا إياها، كونه يعني الضيعة بشكل عام تقريبا مدمرة. تراكس ينظف هالشيء، بدنا كهرباء، بدنا أهم شيء المي، مية الشرب وهالشغلات، يعني بدنا متطلبات، أقل متطلبات الحياة، ما بدنا شيء زيادة نحن. يعني بعد هالدمار والحرب اللي صار أقل شيء يعني بس متطلبات الحياة، العالم تبرك بالضياع وبأمان إن شاء الله. نحن مجموعة من الشباب شكلنا فريق تطوعي، هذا الفريق التطوعي شكل حديثا بعدما قام الجيش السوري الحر بتحرير مدينة الراعي والقرى المحيطة بها من رجس تنظيم داعش. تم تشكيل هذا الفريق. مهمة الفريق على الشكل التالي: تنظيف القرى والأراضي الزراعية من مخلفات الألغام وما إلى هنالك، إعادة الحياة إلى القرى، محاولة إصلاح شبكات المياه قدر الإمكان، عم نحاول إصلاح شبكات الكهرباء، محاولة إيصال الخدمات الأساسية مبدئياً إلى السكان الذي بدأوا مؤخراً بالعودة إلى قراهم، محاولة يعني تقديم أي خدمة أو أي شيء بيحتاج له السكان العائدون حديثاً. في بعض البيوت هدمت بسبب الحرب الدائرة هنا، عم نحاول تأمين يعني تأمين ولو خيام أو أي شيء أو لتعويض الناس يعني جزء من الذي فقدوه. إمكاناتنا هنا يعني بسيطة جدا، لا تفي بالغرض، الاحتياجات هنا هائلة جدا، وخاصة بعد هذا الدمار الذي لحق بالمباني السكنية، كما قلت لك شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء مدمرة بشكل كبير جدا.
الصعوبات اللي واجهناها أكبر صعوبة هي مشكلة الألغام. كما تعلم تنظيم داعش أي قرية يخرج منها يلغم الشوارع، يلغم البيوت، يلغم الأراضي الزراعية. هي بصراحة هذه أكبر صعوبة تواجهنا إلى حد الآن، بالإضافة إلى صعوبات أخرى كما ذكرت لك، أن إمكانياتنا المتدنية، إمكانياتنا البسيطة بالمقابل يوجد احتياجات كبيرة جداً، وخاصة أعداد السكان العائدين إلى بيوتهم وقراهم تزداد تدريجياً. هنا نواجه بعض الصعوبة بتلبية الاحتياجات. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ألتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.